الفريق الأول كرة القدم، نبي الجميع يوقف ويانا حق لعبتنا القادمة مع نادي القادسية. وبهالمناسبة مدام أنت سويت معي لقاء، أبي بس أنوه أنه لا يسمح بدخول أي أحد من الجماهير ولا حتى أعضاء مجلس الإدارة، يعني إحنا راح نكون برا، غير مسموح لنا بدخول المباراة، فرجاء ما نبي أحد يجي عند الباب ويعني يحرجنا بالدخول. هالكلام لجمهور النادي العربي وغير جمهور النادي العربي، حتى أخواننا بنادي القادسية متفهمين، وصار اتصال بيني وبين أخونا حسن بالحسن، وقلنا له رجاء ما راح يعني يدخل أحد من أعضاء مجلس الإدارة، والرجل تفهم الموضوع وقال لنا صح إحنا ما راح نحضر. وحتى لعبتنا القادمة اللي بعدها راح تكون مع النصر في ملعب نادي النصر، ما راح نروح هناك أعضاء مجلس الإدارة عشان لا نحرج الأخوان هناك. فالأوضاع هذه يعني أوضاع استثنائية، نتمنى أن نعديها كلنا، والله إن شاء الله يحفظنا جميعا. كم أنا ما يعني دائما ما أتوقع